الملك ابن مروان يلعب مع احد مقربيه شطرنج، فدخل رجل قال يا امير هو رجل بالباب من؟ قال لا اعرف. قال دخل. فعبد الملك طلع المنديل بتاعه وغطى ايه رقعة الشطرنج، قال ان واحد يكون جاهل بينا وبالاقدار يقول يا عم امير المؤمنين سايب الدولة وسايب الحكم وقاعد يلعب للشطرنج وفاضي. المهم فسأله عبد الملك اتحفظ القرآن او شيئا منه؟ قال لا. اتحفظ شيئا من الحديث؟ قال لا. اتحفظ تاريخ العرب وايامهم؟ قال لا. اتعرف شيئا عن المعلقات؟ قال لا. اتعرف شيئا في علم النحو؟ قال لا. فكشف عبد الملك المنديل وقال لمن معه العب، ما معنا احد، معنا صفر، معنا واحد اهبل قاعد ما فيش خارب ابيض ما في لا علم ولا قرآن ولا سنة ولا حديث ولا لا اله الا الله. وذلك الاصبعي اديب العربية كان عنده 12 عاما 12 سنة، فعنده ولد في الكتاب زميله يقول له هل تحفظ القرآن؟ قال نعم حفظته منذ 5 سنوات، وعنده 7 سنين. هل تحفظ شيئا من السنة؟ قال نعم 50,000 حديث. هل تعرف شيئا من الشعر؟ قال 100,000 قصيدة. قال ومنها البيت والبيتان؟ قال ومنها 100 والـ200. يا الله، جعل أبو جعفر المنصور سبحان الله العظيم لا إله إلا الله يعني يزور المدينة ويقول لهم في حد يعرف بيوت الصحابة؟ عايز مرشد سياحي يعني في الدولة العباسية. قال فلان ده ما شاء الله عليه خبير. أبو جعفر كان المعي وذكي وكان لا يحب تكرار الكلام، ولو قلت له عنوان موضوع يفهمه. فقال له شوف أشر إلى البيت وقل لي بيت فلان، ومن يجدع للتفاصيل ما تقولش عص الحكاية والرواية وبنوا البيت وعمل بيت فلان خلاص. فقال له حاضر يا أمير المؤمنين، مش معاه. هذا بيت بلال بن رباح عظيم، وهذا بيت عبد الله بن مسعود، وهذا بيت أبو ذر. فضل يوريه بيوت الصحابة. خلاص الظهر أذن خلاص نروح نصلي في المسجد النبوي، وجاي من بغداد وبعدين إيه خلاص شكرا جزاك الله خير. مش أبو جعفر أعجبه شرح الرجل ودرايته ببيوت الصحابة. قال الله، طب أنا أين الرجل الذي كان البرن؟ جيبه يا أمير تعال. قال له أعد علي يعني نكمل الدورة بتاعت الأمس يوم سياحي تاني في المدينة. قال له طيب. قال له هذا بيت فلان وبيت فلان، وبعدين تالت بيت بقى. قال له هذا بيت عاتكة التي يقول فيها الأحوص شاعر اسمه الأحوص يعني يا بيت عاتكة الذي أتغزل. أبو جعفر بص على حواليه الحاشية يعني قال هل أعطيتم الرجل هذا أجره؟ أجر إيه؟ يعني اديت له أجر امبارح ولا خدتوه كده مجانا يعني زي الشيخ عمر يعني كله مجان في مجان يعني ده اديت له حاجة يعني؟ أنا أشتغل مجان والله أحسن الله يرضى عليك. تحط إيدك في جيبك ليه؟ ما فيش الكلام ده الله يرضى عليك يا رب. أكرمكم الله. هل أعطيتم أجره؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال إنه يشكو. يشكو؟ ده بيقول لك بيت شعر. القصيدة بتاع الأحوص دي 69 بيت. في البيت رقم 68 يعني وأرى الناس مذر الكلام يعني أنت يعني لا يفعل ما يقول وأنت تقول فتفعله. في ناس بتوع كلام بس هنديك هنعطيك هنعطيك وإيه وسع. 69 الكمبيوتر بتاع عقل أبو جعفر جاب الأبيات ورا بعضها لغاية ما جاب البيت بتاع الشكوى. لا إله إلا الله. فيعني بالله عليك لما يبقى المسؤول عني بهذا الذكاء بالله عليك أقول له إيه؟ ها؟ ولذلك الله يرضى عن ابن عبد العزيز سيدنا عمر كان ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء إيه المجلس بتاعه؟ يجيب 10 من العلماء ويخلوا واحد منهم ينام كأنه ميت، ويبدأ كل عالم من العلماء يتكلم عن مرحلة من الدار الآخرة، طلوع الروح كيفية طلوع الروح وبعدين مين اللي أخدها راحت فين وبعدين عالم البرزخ إيه اللي في عالم البرزخ إيه المنجيات الموجبات، وبعدين التالت يتكلم عن الحشر وبعدين النشور، وبعدين واحد يتكلم تاني عن أرض المحشر، واحد يتكلم تاني عن النار والطبقة وطبقاتها ودركاتها، والتالت يتكلم عن الجنة ودرجاتها. فكنا نقوم من مجلس عمر
كأنما نشرنا من قبورنا. لما يكون المجلس بهذا الشكل والتفاعل بهذا الشكل، أحبتي في الله وصية حريص عليكم، يعني التدبر في كتاب الله عز وجل والمعيشة مع كلام الله عز وجل، والله شعور بأنك تعيش الأزمان كلها والأعمار. أنا نفسي أقول، مش أقول لكم سر لكن أقول لكم شيء، أنا لما تضيق الدنيا بي من المآسي التي أسمعها من الناس والبلاء وإلى آخره، وضع العالم الإسلامي إلى آخره، أو ترحلت هنا أو هناك، سبحان الله فورا أهرب إلى أجدادي، أروح عند أجدادي أعيش في التاريخ بتاعهم، أعيش مع أبو بكر، أعيش مع عمر، وأعيش مع الصحابة، وأفتح كتب السير وأعيش في عالم من النور. فأنتوا هل هناك عالم من النور أشد ضوءا ونورا من كتاب الله؟ معقول؟ معقول؟ الله يرضى عنكم. لا تضيعوا أعماركم فيما لا يفيد، وعمروا واطمئنوا خيرا واستقبلوا الخير. ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى قاضي كبير في زمن المنصور في الدولة العباسية، دخلت عليه امرأتان للقضاء، هو يجلس مجلس القضاء، دخلت عليه اثنين طبعا منتقبات. قالت احداهن: ايها القاضي، ان النفس قد حفزني، وان الغرفة ضيقة، والغرفة اللي تقعد فيها تفتي تدلي فيها بالاحكام القضائية من قبل امير المؤمنين، غرفة ضيقة وانا عندي ضيق نفس. قالت التي معها: ايها القاضي، انها تكذب عليك. هي ليه بيقول له المكان ضيق والتنفس؟ عشان ايه؟ تكشف وجهها. وللقاضي حق في ان يتيقن من المتقدمه بالشكوى او المدعيه او الشاهده، ممكن يخلي حرمه ترى وجهها اذا كانت من اللاتي لا يكشفن وجوههن. قالت التي معها: ايها القاضي، لا تصدقها، فإن لها وجها جميلا أخاذا لو كشفته لملت في القضية. يا الله، دي قلة أدب من أولها. خلي بالك أنت، إيش أعرفك أن القاضي هيبص؟ القاضي رجل محترم. ولا المهم، قال: من تبدأ؟ فهي المتكلمة دي قالت: ابدأي. قالت: أيها القاضي، مات أبي، وهذه عمتي الحرمة اللي معها دي مين؟ العمة. وأقول لها يا أمي، لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت. طيب، شكر الله له. وبعدين قال: جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياها. هي جميل. وكانت عندها بنت اليمن عمتها، كبرت فعرضت عمتي لما رأت من خلق زوجي بعد 3 سنوات من الخلق. العمة قالت: والله ده عريس ايه لا يعوض. فعرضت له ان تزوجه ابنتها، تبقى ايه يعني ضرة يعني لبنت اخيها. ما يهمش، مع ان جالك الطوفان ها يقولك حط ولدك تحت رجليك، لا اله الا الله. ده الجيل اللي مش هينتصر، اللي يقول دائما مش هينتصر. هل بالك؟ فزينت البنت لأن يتزوجها زوج بنت أختها، بنت أخيها هذه، فأعجبتها. قالت: على شرط واحد، أن تجعل أمر ابنة أخي لي، يعني تديني وكالة أتصرف في مصير بنت أخويا دي لزوجتك. قال لها: خلاص. زفت بنت العمة إلى زوج هذه الإنسانة، وعمتها تبلغها ان زوجك قد تزوج ابنتي وقد جعل امرك الي وانت طالق. ده ليس القصه من ده ليس تضحك على ده ليس الثقيل ده الثقيل جاي ورا. سبحان الله، بس بخاف بس من حده. أصبحت الزوجة بين ليلة وضحاها مطلقة، وتتزوج زوجها بنت سبحان الله. المهم،
جاء زوج عمتها من سفر طويل، كان غايب، لازم يغيب من وجه هذه، لازم يغيب من رحمة، وإذا ما يعيش طب كيف يعيش؟ هو سبب معيشته. إذا في بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم والله يحبهم في الله جميعا، يسيبوا البيوت 3 أيام و40 يوم وأربعة، هو بيستريح بيشم نفسه، صحيح ما شاء الله، إذا تجد وجوههم كلها مضيئة وما فيش واحد منهم نحيف، لا لأنه بياكل براحة ويهدأ. ده في حد ينكد عليه يقول لك وأنا رايح لله أنت، وأنا رايح أقعد عن مقهى. فالزوجة ما لا تتكلم، هو ضمنا يعني يستريح دون أن يدري. المهم ربنا يبارك الجميع وحبهم والله، أنا أحب كل من يقول لا إله إلا الله، أي واحد يقول لا أحمل ترابا داسته قدمه على رأسي، يلا أي واحد المهم يعمل لله ويخلص ويمسك لسانه عن كل من يقول لا إله إلا الله. المهم رجع الزوج بعد مدة فوجد البنت اللي كان مشرف على تربيتها كبرت وتزوجت واصبحت ايه مطلقة. فقالت له يا زوج عمتي تتزوجني؟ يا الله ما اجارك الله، خلينا استاذ كان شاعر، كان يقول الشعر المقفى ويقول الشعر اللي يسموه الزجل، يقولوا ايه الحق، كان هو باللهجة العامية المصرية يقول الحق يظهر لو خصمك يكون راجل، والحق يخسر لو خصمك مهوش راجل، ولو ست صاحبة ست تانية وبس ارمي سلاحك واوعى تقول انا راجل. هذه وجهة نظره، يعني يعملك مكيه خطير، الكلام خطير، هم ضعاف ولطاف، لكن ايه ما تستثرش الهرة الناعمة. اياك هات لو يعني لو خربشتك بظفرة في عينك مش هتتعور، خلي بالك هتجيبك من عينك، يعني مش من حتة تانية، احفظ عينك الله يرضى عليك، احفظ جوارحك انت واهلك واللي تشدد لك. المهم فقلنا لا انا موافق على ان ايه اتزوجك، وفيه رجال لما الزوجة تكبر في السن قالت احداهن، كنا في مؤتمر وقفت تقول ان مصيبتنا كنساء كبيرة، اول ما نكبر في السن الرجل يزهد فينا ان احنا بنصاب بامراض سريعا، نكتئب سريعا، والعجز يبان علينا. الرجل عندما يكبر يزداد بهاء ويزداد حكمة ويقول كلاما مرتبا فيبقى معجب اكثر، سبحان الله. اما هي يعني كان المنحنى فيها في النازل ومنحنى الرجل ايه، هذا كلام يعني. والله استاذة ورئيسة قسم علم الاجتماع في جامعة كذا يعني، لغاية الجامعة واسكت على شبنة يعني ما اذكرش اسماء في المس. المهم قالت لك لي شرط ان تجعل امر عمتي الي. طيب يعني لا يعني هدف امام هدف، خد بالك انت 1-0 تبقى لازم تبقى مكسب. فراحت ارسلت لها يا عمتي قصرت زوجة لفلان وانت طالت. فابن ابي ليلى وقف من شدة الايه، عشان انت بتسمع الكلام ده، انا بتسمع بلاوي كثيرة، ابن ابي ليلى بيسمع الكلام ده كان لسه الام على الزيرو، لسه ما عملت 10,000، لسه السيارة بحالة الوكالة، لسه المجتمع زمن العصر العباسي ما ظهرش البلاوي ده احنا بنشوف الله. والله يا ماما لو انا عايز تاخد معايا ساعتين مرة في المكتب تقول بس مشاهد، عارف يقول لك في المؤتمر مراقب واسمع العجب. المهم اصبحت العمة ايه مطلق بعد سنة. ابن ابي ليلى وقف من هول ما سمع، قالت الحرمة اجلس يا رجل، القصة ما بدأت بعد. يا الله يا الله، القصة ما بدأت بعد، وفي قصص تانية اراكم كاملها لكم ان شاء الله الجمعة بعد القادمة، زي المسلسلات يعني. قال اكملي. راح قاعد ابن ابي ليلى قال لها دي الحكايه يعني، رحم الله ابا، ما هو تلميذ ابو حنيفه، رحم الله ابا حنيفه عزول، لو ابو حنيفه جنبنا كان عرف يحب. المهم يعني فبعد مده مات الزوج اللي هو زوج ايه العمه السابقه دي، فتصارعت العمه اللي هي المطلقه مع ابنه اخيها على ميراث من المتوفى. فقالت لها يا عمتي
هذا زوجي، ما علاقتك انت بميراثه؟ انت مالك انت بالميراث؟ يا الله. فاخذ الراجل وطلقت العمه واخذ الايه ما يحق من ميراث. العمه لم تترك الموضوع، ليها ابن كبر. خلي بالك، ابن العمه دي صار رجلا، فعايزه تعمل مشكله مع بنت اختها. لسه الثانيه فاهمه ان لازم ايه خير الوسيله للدفاع الايه الهجوم. فلما انقضت عدتها جلس زوجها الاول يقضي بين مين؟ بين العم، عشان زوجته بنت من؟ بنت هذه العم. فعايز يحل الموضوع. فاول ما شاف اللي انقضت عدتها حن الى الايه؟ الى ايام القديمه. فقلت له تتزوجني؟ ما خلاص يتزوجت واحد خلاص يبقى تحل له. قلت نعم، ولكن اجعل امر زوجتك اليه. قال الامر اليك. فتزوجت زوجها الاول وراحت لزوجته اللي بنت عمتها وقالت انت طالق. ابن ابي ليلى وضع يده على راسه. قال واين السؤال؟ اصل هو دخل في المشكله. طب فين السؤال؟ ده قصه مرعبه، ده فيلم رعب، جاد كريستي ده ولا ايه؟ سبحان الله. قالت اليس من الحرام يا ابن ابي ليلى ان اطلق انا وابنتي؟ سبحان الله. ثم تاخذ هذه الزوجين وميراث، يعني ده لعبت بالمكسب كله واحنا لعبنا في الايه؟ في الخساره كلها. فابن ابي ليلى قال والله انا لا ارى في ذلك حرمه. قتل عجبا. كيف؟ ما الحرام في رجل تزوج امراه واعطاها وكاله؟ ما انت ممكن تعطي وكاله لاي حد، يروح يطلق ويزوج ويشتري لك عقار ويبيع ارضه ويوديك في خبر اصبح يعني. ذهب ابن ابي ليلى الى بغداد، قال احكي حكايه امير المؤمنين. فلما حكى للمنصور، من شدة ضحك المنصور على القصة أصبح يبحث في الأرض بقدميه، يعني قاعد ورجليه من كثرة الايه؟ قاتل الله هذه العجوز من حفر حفرة وقع فيها فهذه وقعت في البحر. سبحان الله، لا إله إلا الله. إيه اللي أنا عايز أقوله من القصة دي كلها؟ إيه اللي دخلنا في القصة بتاعنا؟ خلي بالك، الحرمة اللي معاك اللي جوه دي مسكينة ويتيمة حتى وإن كان أبوها عايش، خلي بالك أنت، ولطيمة يعني، وكفاية إنها متزوجات، فخلي بالك منها احسن يا عم. ايه لا طريق لك الا طريق الايمان. رجل في الباديه انجب اولاد ثلاثه، فسمى الاول عبد الله، والولد الثاني سماه عبد الله، اما الولد الثالث فسماه عبد الله. هو حر من قله الاسماء، ماشي. حانت لحظه الوفاه، الرجل لا يتحرك، نظر في السقف، اولاده قاعدين جنبه الثلاثه. قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، وخرجت روحه. عمل مشكله ده. قالوا بعدين دفنوا الاب. قالوا نعمل ايه؟ قالوا نروح للقاضي. فين القاضي؟ في المدينه. توكل على الله على المدينه. وهم في الطريق قابلوا أعرابيا ضل بعيره. قال يا أهل البادية، واضح عليهم شكلهم، أما رأيتم بعيرا لي؟ قالوا لا. قال طيب جزاكم الله خير ومشي. نادوا عليه قالوا تعالى. أول واحد قال له بعيرك أعور؟ قالوا نعم. فرح الرجل، قال إيه؟ بدأ يصفوه يبقى إيه؟ يبقى شافوه. التاني قال له بعيرك ابتر؟ ديله مقطوع؟ قال له نعم. فرح اكتر. التالت قال له بعيرك ازور؟ يعني مايل كده على جنبه؟ قال نعم. قال له لا والله ما راينا بعيرك. الكذب يا عم ده. قال لا بد ان اخذكم الى القاضي. قال احنا ريح روحك، احنا اساسا رايحين للقاضي. دخلوا على القاضي. ايها القاضي، هؤلاء البدو سرقوا بعيرا لي. وصفوه وصفا دقيقا ثم انكروا انهم ما راوا. سال القاضي قال له انت ليش قلت انه اعور؟
قالوا البعير يأكل يمنة ويسرى، وجدت العشب مأكول من ناحية واحدة والناحية الثانية لا يأكل منها، يبقى العين المبصرة ها بيأكل من ناحيتها والعين غير المبصرة ها سبحان الله العظيم لا يأكل منها. الله، طيب وانت قلت لي أبتر؟ قال ما هو لو له ذيل كان ينثر بعره فوق الرمال، ولكن طالما أنه هو ذيله مقطوع فيتكوم البعر أكوام أكوام أكوام، وأنا رأيت البعر مكوم أكوام، قلت دليله إيه؟ من غير ذيل. طب وانت ليه قلت أنه أزور؟ قال يعني دي بسيطة، عمق أقدامه في الرمل من ناحية اليسرى أكثر عمقا من الناحية إيه؟ اليمنى. قال يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك، فكر على الله، ما قضيتكم أنتم؟ قالوا لا أنت ما اسمع قضيتنا، دي قضية عجيبة، سيبك من البعير وكلام البعير. أبونا رحمه الله سماني عبد الله، وأخي هذا عبد الله، وأخي هذا عبد الله، جي يموت قال عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث ومات. القاضي ضرب أخماس في أسداس، قال الله، طب إيه حل المعضلة دي؟ قال تبيت عندي الليلة، صلوا الصبح وتيجوا على مجلس القضاء، دخلوا في غرفة المضيفة أو الضيافة، مش كده اسمها ايه في ليبيا الضيافة؟ طيب المربع حرام، المربع حدوة، ده المربع، وبعدين الصباح ايه؟ الصباح رباح. أول ما جلسوا وغلق عليهم الباب قال أحدهم، هم أذكياء، احذروا إن عينا تتجسس علينا، القاضي بعت لكم عين زي بالضبط، أنت عارف في أقسام ومخافر الشرطة يدخلوا مع الخمسة المجرمين واحد قال أنه كأنه إيه؟ مجرم، هو مش مجرم ولا غيره، ده مخبر، لا يدخل مخبر نص يسمح كلمته يقول له سرق الذهب اللي سرقناه وبعناه في السوق الفلاني، يعرف القضية ويجي البتاع تعال أنت، يدخل هو يخبر الإيه؟ الإدارة، قال في عين تتجسس عليه. جاء الرجل الخادم بلحم وخبز، مد عبد الله الأول يده للحم قال احذروا هذه لحم كلاب. يا الله، القاضي قدم لنا لحم كلاب معقول؟ والثاني قال ايه؟ قال وهذا الخبز الذي خبز خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع. ده خبير، خبير أجنة، ها أعرابي خبير أجنة. الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل، قال والقاضي الذي سوف يقضي بيننا ليس ابن حلال. نحن دخلنا كده في أعراض، ويا الله، صباح الصباح صلوا الصبح وراحوا على مجلس القضاء. العين اللي كانت بتتجسس نقلت محضر الجلسة، القاضي قال انتوا ليه قلتوا ان اللحم لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحوم التي ناكل تبدا بالعظم ثم اللحم ثم الشحم، الضأ او البقره او الجاموسه او الناقه او الشيء اللي ناكله تجد العظم وبعدين اللحم وبعدين الايه؟ الشحم دون من فوق. الطائفه الكلبيه والسبعيه، الاسد والذئب والكلب واللي يجري ويعدو، ها العظم وبعدين الشحم وبعدين اللحم، لازم يكون عضلات من فوق عشان تكون قويه، لان لو الاسد عنده الشحم من فوق ما يقدرش يجري، يعرق وما يقدر يموت. سبحان الله، راح نادى على الطباخ، تعالى يا ابن الحلال انت ايه اللي قدمته للضيوف؟ انت قبل المغرب بلحظات تقول لي في ثلاث ضيوف من الباديه، القطيع تاخر في البر ما جاء، فما رايت الا كلب القطيع، فقلت دول اعراب بدو، يلا تكل على الله، ذبحت لهم الكلب. يا الله، طب انت ايه اللي قال لكم ان اللي خبزه الخبز حامل في الشهر التاسع؟ قال له ايها القاضي رايت الارغفه منتفخه من ناحيه وملتصقه من ناحيه، ولان المراه بطنها امامها فلم تستطع ان تميل لتدير الرغيف حول النار حتى يستوي من كل اطرافه، فالجزء اللي جنب النار انتفخ والجزء اللي بعيد عن النار ظل ملتصقا. القاضي يا اخواننا مين اللي خبز الخبز؟ قالوا فلانا اللي حامل في التاسع. جينا للكارثه الايه؟ الثالثه.
دي اقول لكم عليها ان شاء الله في المسابقه الجايه باذن الله. تعرفوها يعني عايزين مصممين يعني. وما الذي ادراكم والعياذ بالله اني لست ابن حلال؟ قال الرجل ايها القاضي ان قاضيا مسلما ياتيه اناس متقاضون عنده اصحاب مشكله يبعث عليهم عينا تتجسس لا من الكرم العربي ولا من الخلق العربي ولا من شيم المسلمين. يا الله فاعتبر كده مش قاضي مش تمام. دخل القاضي الى امه فقررها فاقرت. خرج القاضي ليدلي بالحكم. الحكم بعد ايه؟ لا بعد سؤال الام خلي بالك انت. قال من قال انه لحم كلاب؟ عبد الله قال انا. قال له انت ترث. ومين قال ان الخبز ده خبزته امراه حامل في التاسع؟ عبد الله قال له انا. قال له انت ترث. ومن قال انني كذا؟ قال انا. قال انت لا ترث. قال لما؟ قال لانه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله. رجع عبد الله الاول والثاني الى امهم قالوا يا امي من هذا؟ مين عبد الله اخونا ده؟ قالت والله بصراحه ابوكم رحمه الله عليه وجده امام المسجد طفلا صغيرا ملقى فاخذه واتى به الى هنا فربيناه وسطكم وسميناه عبد الله. الكسائي وهو امام النحاه امام اهل النحو يتفوق على سيبويه صلى مره المغرب بهارون الرشيد فقال الكسائي فاعجبتني قراءتي في الصلاه فإذا بي أخطئ خطأ في القراءة لا يخطئها طفل صغير فقلت لعلهم يرجعين. مش ترجعون يرجعين ما ليست هذه. فلما انتهت الصلاة انظر إلى أمير المؤمنين الذي تربى في محاضن الأدب كيف يسأل عالما جليلا أن ينبهه إلى خطئه فيقول اي قراءة تلك يا كسائي؟ يعني نعرف قراءة حفص ورش قالون حمزة الى اخره. اي قراءة تلك؟ قال الكسائي لكل فرس عثرة يا امير المؤمنين. قال هي كذلك يا كسائي. سبحان الله. عمر الله يرضى عليه يمر بالمدينة فرأى ميزابا في بيت العباس. ميزاب يعني عبارة عن زي قناة صغيرة او كما نرى فوق الكعبة فوق دار العباس اذا نسر المطر لكي لا يبقى على السقف ينزل من هذا الميزاب. هذا الميزاب في ممر الناس. فقام عمر وصعد فكسر وكان طويلا كسر الميزاب لكي لا يؤذي الناس المارة. لما جاء العباس قال والله يا امير المؤمنين الذي وضع الميزاب هذا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر أمير المؤمنين يرى خللا ما وهذا العباس عم رسول الله ومن هو. ولكن لما بلغ عمر بهذا إذا به يقسم على العباس أن يعيد الميزاب كما كان. ولكن كيف؟ ركع عمر ركوعه للصلاة وأقسم على العباس أن يقف على ظهر عمر حتى يعيد الميزاب كما كان إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب. الأدب سبحان الله نراه في الصديق يوسف عليه السلام لما أول الرؤيا لم يقل والله هذه من كراماتي هذا من 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 صلتي بالله هذا من أننا عائلة غير العائلة نحن غير في قبائل وأسر وعائلات ودول ولا إحنا غير. نعم شياطين هذه غير إذا كنت هكذا سبحان الله. فلكن يوسف يقول هذا ذلكما مما علمني ربي هذا من تعليم الله. لما رأى سليمان العرش مستقرا من عنده ما قال هذا من ملكي وعظمتي وهذه الإمكانيات التي عندي وأنا عندي كذا وكذا عندي طائرات بلا طيار وعندي براميل تقتل الناس أبدا لم يقل هذا. قال ذلك من فضل ربي هذا كله من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا من الأدب هذا من الأدب سبحان الله. هذا الخضر عندما يعلم الكريم ويؤول له في نهاية المطاف سبحان الله في 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 جانب الخير جعل الإرادة لله عز وجل
فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لما جاء في مسألة العيب ما قال فأراد ربك أن يعيبها، لا، قال فأردت أن أعيبها. هذا أدب الحوار. يعني السيد ابن أنس دخل على المأمون أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يريد أن يمتحنه بذكاء، قال أنت السيد؟ هو اسمه هكذا. قال لا يا أمير المؤمنين، السيد هو أمير المؤمنين، أما أنا فابن أنس. سبحان الله، هذه اللفتات الأدبية تنم عن حسن تربية. فكثير من الذين يمتطون صهوات يعني خيول العلم دون أدب يجمعون في مجال غير المجال. كان يحضر الإمام أحمد رضي الله عنه 5000، 500 منهم يكتبون والباقي يراقبون أدب أحمد وسمته. سبحان الله، هذا الـ الأعمش يسير سبحان الله مع الإمام الخزاعي، وهذا كان أعور وهذا كان أعمش، فيقول الأعمش لصاحبه لا داعي لأن نسلك هذا الطريق لأننا سوف نمر بسفهاء القوم، فربما يقولون هذا أعمش وهذا أعور فيعني يغتابوننا فيأثمون. فقال له صاحبه وما لنا أن نؤجر ويأثمون، يعني المشكلة أنهم إذا اغتابونا نحن نأخذ أجرا. قال لما لا تقول ونغير الطريق نسلم ويسلمون، نحن نسلم من الغيبة ومن الإيذاء ومن التبكيت وأن يعيروننا بأشياء معينة، وهم يسلمون أيضا في أن لا نعينهم على المعصية ولا نعينهم على فلتات لسانهم. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأننا يبدو أننا افتقدنا كثيرا من مبادئ الأدب في بيوتنا وفي معاهدنا وفي شوارعنا وفي مصالحنا، ولنبدأ بأنفسنا. لأن الإنسان الذي يتحلى بحلية الأدب الذي كان عند السلف الصالح، يا عباس يا عم رسول الله أأنت الأكبر أم رسول الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله. سبحان الله، الأدب في الحوار، الأدب في الحديث، سبحان الله العظيم. كان حيوة ابن شريح عالما جليلا من تابع التابعين، يحضر له جمع غفير في الدرس كل يوم، وكانت أمه كبرت في السن فحدث لها لوثة عقلية، فكانت تنادي عليه أثناء الدرس أمام الناس كثرة، يا حيوة تعال ضع الحبة للدجاج. فيقطع حيوة الدرس ويذهب ليضع الحبة للدجاج برا بأمه ويعود ويقول الحاضرون ما تغير وجه حيوة، لأن مسألة البر لا يعادلها أمر، لا يستحي ويقول أفي هذا المكان أنا رجل أصبحت في العلم كبارة، أبدا. الإنسان سبحان الله الذي طبع على الأدب طبع سبحان الله العظيم على يعني على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني بالله عليك أنت إذا جئت للمسجد لماذا أدبنا الشرع أن نلبس أفضل ما عندنا وأن نتطيب إن كان عندنا أو نغتسل بسنة الجمعة؟ لماذا؟ لنكون في أحسن هيئة، نكون كالشامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في طريق وغادره سار الصحابة من بعده علموا أن الرسول كان في هذا المكان من طيب رائحة المكان التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يضع يده على رؤوس أطفال فتبقى رائحة يدي في شعر الطفل جمعة كاملة حتى لو غسلته أمه كل يوم. سبحان الله، هذا بعض الناس يأتون إلى المسجد بملابس النوم والبعض الآخر يؤذي الناس. يا أخي هذا الأدب هو من صلب الشرع ومن صميم يعني الكتاب والسنة، والسلف الصالح كانوا يعني سبحان الله العظيم في هذا الأمر يعني مدارس كبيرة. سبحان الله العظيم، وجب أن نحذو حذوهم. اللهم أدبنا بأدبك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحكي لكم حكاية. صلوا على رسول الله. كان في واحد أعزكم الله محتال نصاب، يعني حشى وملأ فم حماره أعزكم الله جنيهات وقطع من الذهب رغما عنه، فتح فم الحمار وحشاه وذهب به إلى السوق
نهق الحمار، تساقطت الايه قطع الذهب منين؟ من فمه. الناس اجتمع فيه، الدنيا مليانه عجائب. قال لا ده حمار عجيب، ينهق من هنا الذهب يتناثر منه. طبعا الناس دخلوا في ايه؟ في مزاد على طول فورا، ما الذهب ده يذهب بعقول الناس. اقول لك شيء، انت لما قلت لك قبل كده لما تمشي في السوق وزوجتك ماشيه مستكينه فجاه تختفي منك، تجدها فين؟ اول ما تلاقي الاسطر ده يقول لما سمي الذهب ذهبا؟ لانه ذهب بعقول الناس. ذهب اللغه العربيه لغه عجيبه، ذهب خلاص سبحان الله. المهم اشتراه كبير التجار بسعر عالي، روح البيت الحمار ينهق، ما هو ذهب بقى خلاص سبحان الله. يعني الا نسال الله ان يعيذنا واياكم من الطمع. طمع مش كده الله. شوف الرقي اعرابي ايام البداوة الحقيقية والخلق العربي الاصيل، مر وهو ظمآن على خيمة وجد فيها امرأة، قال يا امة الله عمت صباحا، دي كانت تحية الجاهلية، عمت صباحا عمت مساء، عمت صباحا، ايسر ما عندك اريده واصعب ما عندك لا اطلبه. شوف الكلام كل ده عشان ايه؟ عايز يشرب، تقول اسقيني وخلاص. المهم يعني ايسر ما عندك اريد ماء، فشرب. ف ثم قال لها لو كنت اعرف اسمك لشكرتك. هي الاول قالت له لو كنت اعرف اسمك لقلت لك هنيئا يا فلان. شو الادب، هي برضه حركشة شوية صح ولا لا؟ خلاص شرب وخلاص، بس يعني انا لو اعرف اسمك قلت لك هنيئا يا فلان. قال اسمي في وجهك. قالت هنيئا يا حسن. مش هنيئا يا اغبر، لا هنيئا يا حسن سبحان الله. فرد عليها قال ولو كنت اعرف اسمك لقلت شكر الله لك يا شكر الله لك يا فلانة. هو على جنبه سيف، السيف اصلا كان يصنع فين؟ في الهند. قال شكر الله لك يا هند، السيف المهند يعني، مش كعب بن زهير لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصصناه، قال فيما قال في قصيدته بانت سعاده فقلب اليوم مدبول متيم اثرها لم يفد مقبول، الى ان قال ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. فالرسول قال له لا، قل مهند من سيوف الله مسلول. فشال الكلمه وحط ايه؟ كلمه مكانها مهند من سيوف الله مسلول. سبحان الله العظيم. فالعنترة كان يقول ايه؟ افضل اجمل الاصوات عندي حسن صوت الهندواني. الهندواني اللي هو الايه؟ السيف. تمام عليكم نمتوا. طب خلاص بلاش، وانا احكي حكايه ليه؟ وانا احكي لي نائمين؟ ما تصحى شويه انت وهو. لا احنا لسه في الايه لا تاخذوا سنه ولا نوم. طب العباد يصحوا شويه، لا اله الا الله. المهم النصاب لما المحتال ضحك على كبير التجار، اخواننا العرب يقول ما يجعل للمين الا الشاطر، والشاطر في اللغه العربيه يعني ايه؟ الخبيث اللئيم، لا اله الا الله. لذلك ما تقولش لابنك شاطر، قول ذكي عبقري، ها ما شاء الله يسبق عصره يتقدم على سنه. لكن انت عايز تشتم واحد قول له انت شاطر، يعني انت خبيث ولئيم وشيطان، هذه معنى الكلمه في اللغه. خلاص هتقول شاطر بعد كده لكل واحد. اخواننا حتى بتوع الله يرضى عليهم بتوع مجمع اللغه العربيه في مصر في العشرينات قالوا غزتنا اللغه الاجنبيه. قالوا بعدين قالوا كلمه ساندويتش دي كلمه على الاذن الاجنبيه، ما قصه الساندويتش؟ الساندويتش ده كان رجل امريكاني لاعب ميسر اصلا، يعني اصل الحكايه كان يقعد في لاس فيغاس دي ليل نهار يلعب قمار يلعب قمار يلعب قمار، فكان ما فيش وقت يضعوا له الطعام في طبق،
وضعوا له الطعام بس قسموا الرغيف كده وضعوا فيه ما تريدون من طعام وانا ايه. فسمي هذا الطعام ايه؟ ساندويتش باسم الايه؟ الزبون الامريكي ده، سبحان الله. فاخواننا بتوع المجمع الله يسامحهم قالوا احنا هنعربها لكم. عرب يا عم. قال شاطر ومشطور وما بينهما طازج. تخيل انت تروح للبياع وقول له لو سمحت اديني الشاطر ومشطور وما بينهما، يقول له روح يا شاطر العب بعيد انا مش فاضي. لا واخد بالك انت ايه؟ فيعني طب انت عايز تعربها، عربها لنا باسلوب يعني بسيط شويه، لا حول ولا قوه الا بالله. العيال المساكين بتوع المره من كم سنه رحت لهم في الجامعه بقول لهم شوفوا احنا عايزين نعرب لغتنا. فمثلا اولادي انا دايما ما اقولش الريموت كنترول. العيال كلهم دارسين انجلش وفرنسي والماني، وقال الراجل ده جاينا من المريخ ولا ايه؟ يعني ايه؟ ما اسمه ايه؟ اسمه الحكوم. تقولي قلت نكته؟ ها الحكوم حكوم. عم اتحكم في البتاع لكن والله الحكوم كلمه حلوه. طب لو تعودنا عليها؟ انا اذكر في بدايه السبعينات دعوت الاخوه المصريين قلت لهم يا اخواننا كلمه هلو ولا الو دي في التليفون لا داعي. يعني ارفع السماء والسلام عليكم تاخد 30 حسنه. بدأوا الاعلام بقى انت عارف الاعلام اصطادونا بقى. في واحد شيخ طلع لنا جديد يقول قال ايه؟ يحط على الانصر ماشين عنده السلام عليكم انا غير موجود، يعني اترك رسالتك بعد سماع سورة البقرة. والله والله الله العظيم. ويكتب هذا في صحف ومجلات والناس تضحك زي ما انتم بتضحكوا كده، بتضحكوا على الشيخ بتاعكم؟ لا اله الا الله. معلش سامحكم الله، سامحكم الله. ما ده نتيجة الخير ان يعطيكم خير تضحكوا علينا. المهم فسبحان الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. سبحان الله. فالمسألة اغرب. قال رجل لعمر رضي الله عنه يا ابن الخطاب، قال نعم، ما قولك في من ضحى بضبش؟ فعمر الحروف دخلت في بعضها عنده. قال تقصد ان تقول في من ضحى بضبش؟ قال اسألك قائلا ما رأوك في من ضحى بضبش؟ حط الضاء مكان الضاد والضاد وفي لهجات كده. قال يا ولدي تقصد ان تقول في من ضحى بضبي، واحد يضحي بضبي مش بخروف ولا ده. قال انها لغه يا امير المؤمنين. فكانت اعجب، مش لغه، صدم عمر بالايه؟ بالجمله الثانيه. قال انها لغه مش لغه، لغه سبحان الله العظيم. المهم فالرجل لما وقع تحت طائلة النصب والاحتيال التاجر راح جمع التجار. الرجل ده نصب علي، باع لي حمار عزهم الله، بيقول ان لما بينهق بيتقاطر منه تقع منه قطع من الذهب، وطلع الكلام ده نصب واحتيال. راحوا على بيته، البيت ما هو عرف ان في حد جاي فر من البيت. فزوجته اهلا وسهلا مرحبا مرحبا، ف اين زوجك؟ ثواني اتفضلوا استريحوا وانا ارسل الكلب يحضره. قال يا سلام الكلب متعلم للدرجات دي، نروح يجيب. انطلق الكلب لا يلوي على شيء. بعد شويه جه النصاب المحتال معاه كلب يشبهه، الكلب الثاني فك كان محبوس وايه ومصدق فك. فهم اول ايه سابوا مشكله الحمار وايه عايزين يشتروا الايه الكلب. قال الله يا سلام على الكلب ده، نشتريه بكم؟ ورفعوا اعلى السعر. المهم الرجل خده اطلقه، ذهب الكلب ولم يعد. قال لا ده رجل ده صدع حكيدنا، احنا نروح له كلنا. راحوا فقالت لهم انتظروا حتى ياتي. جه انت رجل انتظر، هل قدمت لهم شيئا لهؤلاء الاكارم الاكابر عليه القوم؟ واحنا العرب يحب النفخ اول ما تنفقه يقول لك انا رئيس مجلس الوزراء. قالت لا والله. فقام الرجل معه سكين نصلها يدخل في ايه؟ في غمدها، يعني لما تعملوا زي بتوع الايه الحاوي، لما النصل يروح داخل غطى عليه يدخل جوه، شغل حواه. فطعنها قدامهم عشان بخيله. النصل دخل في ما سبحان، هي حاطه كيس فيه صبغه حمراء، سال الدم، عملت روحها ميت. قالوا يا رجل اتق الله. قال لا 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 لا، انا قتلتها كذا مره قبل كده، استنى بس. طلع مزمار من فمه وقعد يزمر لها، راحت صحيت، عملت لهم القهوه. فلا ساووا الموضوع، اشتروا الايه؟ المزمار. ما بالك انت من
تسمع بقية الحكاية المرة الجاية ان شاء الله. احتال عليك واحكيهالكم. المهم يعني. فالمهم اشتروا المزمار. رجع الرجل اللي معها المزمار طعن زوجته يزمر لها. ايوه الله يفتح عليك، احنا ما بنبيعش مزامير هنا، احنا في المسجد الله يرضى عليك، لا نبيع المزامير. المهم انشغل طعن خبر ابيض. كل واحد سبحان الله قال والله يا اخي طعنت زوجتي جيت اتزمر لها بالمزمار لم تستيقظ. طب وبعدين؟ قالوا اديني بس انت اعطيني المزمار. راح ده طعن زوجته وده طعن زوجته. الله الله الله. ودي كانت وسيله من المهم تخلصوا. بعد ما تخلصوا خلي بالك قالوا لا الراجل ده يعني ضحك علينا كلنا وعلى المدينه كلها. راحوا حاطينه اعزكم الله في شوال كيس كبير، قالوا احنا نرميه في البحر. فضلوا شايلينه هو ضخم الجثه تعبه، حطوه في الكيس وايه استغرق في النوم كبس عليه ناموا. الرجل ايه يستنجد مر راعي غنم ليه واحد جوا كيس. في ايه؟ قالوا فكوني بسرعه فكوا. ايه؟ قالوا الناس دول عايزين يزوجوني بنت اكبر تجار المدينه وانا احب بنت عمي وانا ماليش دعوه في المال، عندها ملايين والاف وانا ماليش دعوه. قالوا لا لا فك 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 امشي انت. وراح داخل وقف الكيس عشان ايه يتزوج بنت الطمع بعد عن الطمع والله لا لا لله. المهم سبحان الله صحي والجماعه مسكين الراعي الغنم المسكين ورميهم في الايه في البحر. هو اخذ القطيع الغنم ورجع على البيت. رجعوا المدينه لليوم قالوا انت ايه اللي جابك؟ قال انتوا لما رميتوني في البحر خلي بالك انت طلعت حوريه من البحر، قالت خد الدنانير الذهب دي اشتري بيها اللي يعجبك اشتريت بيها. قالت بس خلي بالك لو اصحابك دول رموك جوه شويه في الرميه كانت تطلع اخت الكبيره، الحوريه الكبيره دي اغنى كانت تعطيك اموال اكتر. المهم كلهم سبحوا عشان ايه يقابلوا الحوريه الكبيره وغرقوا جميعا وتملك الرجل المدينه كلها. مين المحتال ده؟ الكيان الصهيوني. ومين زوجته؟ الولايات المتحدة. ومين أهل المدينة؟ العالم العربي. هل وصلت القصة؟